كان عبد الشافي راح برجله، ده كان لازم يروح بدماغه زي ما راح دلوقتي. ادي شغل الدفاع الصح، وهنشوف هيصفر ايه. هيصفر ايه؟ شكلها ضرب الجزاء، ضرب الجزاء لنادي الزمالك. من ضمن الحاجات اللي كنت بتوقعها قلت هنشوف ضربات جزاء وانذار لسيد سالم، هنشوفها مع بعض. سيد سالم وانذار، وادي عصام الحضري. الراجل دخل، ادي السرعه بتاعت حازم، وخد فاول وضربه جزاء لنادي الزمالك. الراجل دخل اهو، خد كوع، خد كوع علني، خد كوع علني وكم شلوط كده وصفاره وفاول وضرب الجزاء صحيحه لنادي الزمالك في الدقيقه 12 وكم ثانيه كده، يعني في الدقيقه 13. مين اللي هيشوطها؟ محمد ابراهيم. محمد ابراهيم وضرب يعني بيلعبها حلو قوي، بس ساعات بيبقى فيها نوع من الانزحه او الثقه. هنشوف عصام الحضري مع محمد ابراهيم وضرب الجزاء لنادي الزمالك، هل هيعتني بيها ولا ايه؟ ولا ايه؟ الكره راحت فين؟ راحت بره. بقول لحضراتكم ساعات بيتنزح وساعات لك حق يا عم ميدو، يعني كل النحس وعدم التوفيق. بص حضراتكم فكر 50 تفكير، ارقده هنا، اوديه هنا، اعمله هنا، التفكير ده كله خبطت في العارضه وتطلع عشان يضيع نادي الزمالك هدف الاول بضرب الجزاء بعد 13 دقيقه ضرب الجزاء.